السلام عليكم، اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه رمضان الكريم، احنا النهارده يوم بالنسبه لنا مميز. معانا الدكتوره نانسي ركاد. انا من الناس اللي قلت لها حتى من شويه كده على الرسائل ان انا من الناس المعجبين بيها جدا، شكرا. ومتابعها كويس قوي، لان هي مليانه انسبيريشن لناس كتير. منورانا دكتوره نانسي، ويعني نتمنى النهارده باذن الله ان احنا يعني ما نبقاش ازعجنا حضرتك وخدنا من وقتك، بالعكس ويا ربنا يخليك. وعاوزين بقى نستفيد منك يعني كل الاستفاده اللي نقدر نستفيدها في موضوع دراي اي، وخبره حضرتك في العلاج والبيشنس سيلكشنز والتكنيك اللي انت بتشتغلي بيه. وبرحب بقى بصديقتي وزميلتي ومديرتي. انت عارفه ان رشا دي زميلتي في الشغل وصديقتي ومديره بتاعتي المباشره، دي رئيسه القسم بتاعتي. يعني هي ممكن المديرة دلوقتي هي جديد يعني دي الحقيقة معلومة جديدة كوكتيل، يعني كوكتيل كده من الحاجات دي. توفيق هو الجود فاذر بتاعنا والله مش عارفة أظن جاد فاذر للعيون بالوطن العربي أظن يعني للعيون كلها والله احنا أنا هنبدأ بس الحقيقة سعيدة جدا إن أنا النهاردة يعني مع حضرتك، كنت أتمنى نبقى لايف في الحقيقة لأني نفسي أشوفك لايف ان شاء الله عن قريب إن شاء الله، احنا هنجي لك بس يعني it's an honor برضه for all of us يعني. ان شاء الله. احنا هنجي لك وأنا اللي برضه. لازم أجي يعني، قد إيه ضيعت فرص يعني، بس ما كنتش أعرف هذا الكم الهائل من أصدقاء المصريين يعني دي هلا لا هو صار حضرتك ما جيتيش مصر قبل كده؟ شرم الشيخ مرة واحدة وما عدتهاش يعني لا 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 يا لا نزعل كده والله يعني دي مسؤوليتنا احنا بقى، دي مسؤوليتنا احنا بعد كده. اول ما كتير بس مصر عايزه لها شهر يعني ماشي، الثلاث ايام وكده ما ينفعش بالظبط. وهي فانت عايزه ما جيتيش الزقازيق عند توفيق يعني، انت ما طلعتيش لا فوق من الدور اللي فوق كده، انت فاتت كتير. انت بس تخلصوا الفاكسينيشن احنا بنيجي على طول يعني مبدئيا ان شاء الله باذن ان الله. شاء الله يعني، احنا برضو بتاع 100 مليون هنخلص الفاكسينيشن خلص هناخد وقت الفاكسينيشن يعني على الاقل على الاقل الاطباء مبدئيا ونقدر ان شاء كمية الله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله دكتوره نانسي، احنا باذن الله. هنحتاج من حضرتك بس مبدئيا كده تدينا بريف بسيط على العيانين او البيشنت سيلكشن بالنسبه لك للناس اللي انت بتبداي تاخدي معاهم خطوه في علاج دراي اي، وبتشخصيهم ازاي؟ هلا انت حكيت بالمقدمه انه دراي اي، يعني دراي اي موضوع كثير كبير، احنا مش موضوعنا الدراي اي، موضوعنا وين تو جو تو ذا يعني سيرتن او سبيسيفيك، خلينا نحكي عربي، امتى نروح ل طرق معينه بعلاج الدراي اي بتكون مختلفه شوي، مش متوفره دائما كثير، يمكن اشياء جديده بلشت هلا على الساحه، الثقه فيها في بايس معها مع انها تكون تجاريه او لا. يمكن كنت أنا من المحظوظين كتير إني أجرب أجهزة، جربت أنا وكنت ببريطانيا خلال فترة دورتي أو الفلوشة بتاعتي، وبعد 10 سنين جت على الأردن. المهم I was very lucky إني أكون من الأوائل اللي أجربها، اللي هو intense pulse regulated pulse therapy which is IRPL or جهاز اسمه AI. now بشكل عام خلينا نحكي دراي اي، دراي اي كلياتنا بنعرف، مش انا جاي احكي، اللي هي ايفابوريتيف دراي اي، انه الاكويس لاير از افكتد او ما فيش سيكريشن اوف سفيشنت اماونت اوف اكويس لاير، او انه عندنا ايفابوريشن اوف ذا تير فيلم ديو تو ذا ديفكت للاويلي لاير اللي فوق، او انه الميبوميا لاير عفوا الميوكس لاير اللي هي موجوده على الكورنيا از ديفيشنت، ف it does not cover the cornea أو الاي surface بطريقة حلوة أو smooth. So any defect بهدول الثلاثة layers بتعطيني dry eye. هلأ كل ال dry eye treatment مركزة على supportive أو restorative measures، يعني ما في دموع بنعطي دموع للمريض. We plug the punctum عشان نخلي reservoir of drops of tears. كتير قليل إنه إذا كان والله infection أو inflammation causing it بنعطي steroids، بنعطي treatment which is يعني only to address the pathology that's causing the dry eye disease. إذا كان عندنا systemic disease sometimes it's very difficult to يعني رح يكون في عنا waxes and wanes، في عنا good times and bad times. dry eye كتير موضوع كبير، كتير كتير كبير يعني، أكيد كتير ناس بيعرفوا أكثر مني فيه. مزعج للمريض وللطبيب، مزعج لأنه it's a chronic disease sometimes، يعني ما مريض بقول لك خلص انا شفيت من دراي اي، يو هاف تو ميك انه
ايامه صارت منيحه، هي توليريتس الضيق اللي هو فيه. انا عندي مريض باي ذا واي دكتور تحسين اجين هلا ذكرته، كان يقول لي يعني كان يقطر لايك كل خمس دقائق قطره، يعني كي كونسيومد حاسبها $134 قطرات ترطيب باليوم. This is how يعني how costly it was. يعني هو طبيب وبحسب انه كل يوم $134 بس قطرات ترطيب العين، ولانه العراق كمان كثير الجو كثير شوب ودافي، فيعني فهي كان من الناس اللي يحكوا لي انه خلصيني من القطرات. يعني one of the things اللي انا I can do وبعتبر حالي اني انا حققت تقدم اني انا اخفف من احتياج الناس للقطرات. So في حالات معينة اللي هم الناس اللي you tried كل الأشياء العادية اللي هو إحنا restoration with different kind of drops, you treated the main cause. مثلاً إذا مريض كان بياخد مثلاً anti-acne medication تعمل dryness، إحنا بس we support the patient until this goes away. إذا كان عنده vitamin A deficiency we support it. إذا كان systemic disease لازم نمنع the flare-ups. Whatever, this is all supportive. إلا بحالة المبويمين جلاند ديزيز. هلأ المبويمين جلاند ديزيز وأنا كنت أنا من الناس اللي عانيت منها، actually عانيت منها لمدة سنتين يعني وكان يطلع لي كتير كاليزيونز، وكتير مرات بحكي لمرضاي إنه أنا يعني صح طبيبة بس كمان أنا مجربة كتير، ف I know what I'm talking about. I know عن dietary modification حتى إحنا نحسن التير فيلم quality، يعني عم نحكي عن أوميغا 3 which is very 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 important، بس إنه ما فيش إشي كبسة زر، يعني you have to give it some time. Omega 3 is very important للتير فيلم و it starts to pay off بعد 6 شهور. So عشان تعطي للمريض زي موتيف احكي له إنه يعني بتحسن القلب، بتحسن الشرايين، بتحسن كل شيء، وآخر شيء يفكر فيه عينك. When you stop thinking about it it will pay off. هاي من الأشياء اللي كتير بستعملها بال dry eye duty to MGD يعني. وبعدين منيجي لموضوع ال antibiotics which is doxycycline and we use it be dry eye due to meibomian gland disease عشان it يعني it is an anti-inflammatory disease in addition to being an antibiotic. إحنا كنا عارفين إنه يعني البلافيرايتس associated the mainstay of treatment هو ال doxidar والعيلة هاي. بديش أحكي كتير هلا بدنا ندخل على موضوع اللي هو الجهاز اللي مختلف. رح أتركك لك شوي الساحة. أسأل حضرتك بس سؤال في النقطة، يعني إحنا بنشخص بقى العيان اللي هو type of dry eye related to meibomian gland disease إزاي؟ يعني حضرتك بتقرري إن ده dry eye إزاي عن إنه هو meibomian gland disease؟ يس. هلا dry eye جاي من رأى طريق غير عن dry eye جاي of chronic، وأنا I have to qualify and quantify what kind of dry eye هذا هو. يعني مثلا واحد بقول لك جاي بس على يادي مرة أو مرتين وقال لك أنا عيني تحرقني أو بتضايقني، وأنت شفت إنه the break up time as he يعني blinks إنه كتير سريع، وحتى لسه ما بتحط لا شرمر تست nothing you can just judge it this is a dry eye you give him a simple treatment this is هذا شخص مش ما في داعي إنك ندخل في كل تفاصيل ال diagnosis. شخص أنت you can see this is بيشكي كتير من gritty sensation he's a chronic patient عارف حاله إنه هو بقول لك عيني كتير بتحرقني، أنا كتير ناشفين، أنا كتير متضايق، حياتي كتير عذاب. This is a patient that تقضي عليه وقت. So كيف من شخصه؟ أول إشي كل التست اللي العادي شرم التست to see إذا كان قديش عندنا ال tears break up time and it gives us يعني كمان idea على كيف ال surface تاع ال cornea. Sometimes it's more than one type of dry eyes يعني disease. إنه ممكن يكون associated meibomian gland مع the mucin layer is affected. So it's more than one type mixed بيكونوا. عشان هيك مهم إنك تدخل في كل هدول المراحل. Taking history من المريض what kind of work he does. إذا بيقضي وقته طول الليل على شاشة this increases the evaporation ولأنه blinking بخف. كتير مهم نقضي وقت مع هدول الناس يعني history wise و diagnosis. وبنيجي لإيش كتير مهم tool that's important إذا أي واحد كوني أو anterior segment إذا بده يتعامل مع مرضى dry eye اللي هو إنك تعمل something you call mammography we study or analyze the meibomian glands in the eyelid and this, يعني بتقلب الايلد وهذا المريض
برس يعني you take a capture a photo of the mammary glands موجودة بالإيليد. عادة إحنا عنا 31 واحدة بالsuperior one و 25 تقريبا 21 ل 25 بالinferior eyelid. Once you avert it, it takes a photo. And then sometimes manually you just highlight the mammary glands, you highlight them, and then it quantifies how much are viable من هذول الجلانز. يعني طولهم, مساحتهم, قديش الأرفس موجودة ولا مش موجودة, is there matting or coalescing of the and it gives you a percentage of how much in the eyelid في عنا mammary glands. وعلى هذا الأساس إحنا منقسمهم لstage 1, stage 2, stage 3 and stage 4. يعني مثلا stage 4 absence, يعني usually absence of بيكونوا كتير قصار, matted, يدوب very sparse mammary gland تشوفهم. stage 1 بيكون كتير قليل, يدوبك to spot 1 or 2 مختفين من من tarsal plate. So mammography is one of the very good tools اللي أنا بحبها بيك, يعني عشان أعرف أن هذا المريض رح يستفيد ولا ما رح يستفيد. يعني it's not only أنا جهاز دكتورة نانسي بيطلع منه mammography, يعني أني ماشين يعني في جهاز مخصوص للميموجرافي اللي حضرتك بتستخدميه ولا أني نوع بس؟ you can buy this software with any it's a software that you buy and you can install it on a Pentacam. نفس الماشين اللي هي AI. لا لا لا, مثلا you can install it on a Pentacam machine, on a Cyrus. You buy it and you just install it as a program. So زي ما بياخد صورة كورنيا, it takes the photo of a eyelid, a tarsal plate, and you manually just. في أكثر من جهاز. Yeah. في أكثر من جهاز بياخد الموميوم جلاند. Yeah. بس حضرتك يعني which stage اللي بتحتاج intervention بأجهزة, يعني would you prefer to start with ولا لا؟ يعني مثلاً إحنا البانكتر بلاكس مثلاً يعني المفروض إن إحنا نعملها early مش late. يعني احنا دايما بنكونسيوم القطرات وكده وبعد كده نجو فور بانكتر بلاجز ودايما ده بيبقى فيري ليت, فهل الانترفنشنز بالماشين ممكن نبقى بدري برضو ولا نخليه للمتاخر شويه؟ the earlier the better. ليه؟ هلا الماشين اللي عم نحكي عنها في ناس كتير يمكن ما يعرفوا ايش هي, اللي هي هلا mammary glands ايش بيصير فيهم بكرونيك دراي اي, يعني او mammary gland disease, انه بيصير في عندنا stagnation او شيء الكواليتي اوف ذا تير السكريشنز بتكون solidifies, يعني بتبطل الفلو تبعها بتبطل يعني فلويدي. ثاني شيء انه بيصير عندها تيلنجكتازيا انفلاميشن, sometimes blockage لهدول الجلاندز, وبصيروا زي they coalesce مع بعض, وبصفي في عندنا كمان stagnation بالايليد, بصير swollen red وكل هاي التغيرات. So هلا if I want to put a punctal plug, I'm just keeping the tears in the eye. What I want to do إنه أخلي هال ال mammary secretions just flow outside the orifice. فأنا إحنا بنعمل مثلاً نعمل warm compresses, بحكي للمرضى أعمل warm compresses أو نعمل milking sometimes. هلا milking إذا كانت الأورفيس فاتحة. We do warm compresses first عشان to liquefy. وبعدين warm milking just to take it out or to express it out. It's not المرضى قليل ما تلاقي إنهم ب بالضبط. هلا المرضى كتير قليل إنهم يعني to comply مع قصة إنه warm compresses. في ناس كتير ما بيعرفوا كيف يعملوها, أو في ناس ببيأسوا بسرعة أو بحسوا إنه يعني على الفاضي ما we're not having relief سريع. وشغلة تانية إنه حتى المساج they don't know how to massage it, يعني they think it's only massaging the eyelids, they don't know إنه لازم to express secretions outside towards the eyelid margin. يعني بالضبط this is how we analyze the mammary glands. As you can see هاي أخذت لنا مساحة مثلا كبيرة على ال tarsal plate and it gives you the degree of loss. okay. سؤالي بس yes. سؤالي في الحتة دي سؤالين مهمين. سؤالي الأولاني, هل إحنا بالنسبة للسرس مثلا mammography it's reliable, يعني انا لما هيقول لي ان ده it's a degree 1 زي ما حضرتك شايفه كده area of loss is 12% ده it's reliable, دي سؤال رقم 1. سؤال رقم 2, هل لازم اخد تيست او صوره زي دي للور ايليد والابر ايليد ولا it's enough ان انا اخد للور ايليد بس؟ it's enough to, yeah, no actually it's important to examine both eyelids.
usually woman gland disease is a disease that affects both eyelid margins, but sometimes يكون في جهة أكثر من الثانية. صعب أنك تعمل this test على the upper eyelid, actually it's easier على the lower eyelid. هلا كانت تمر في حالات إنه كان اللي شايفه أنت يعني أسوأ من الديجري اللي أعطاك إياها الجهاز. ليه؟ مثلا هاي الصورة usually it's manual. What I like to do is the manual, إنه أنت اللي بترسم وين الأريا surface area اللي أنت بدك تأخذ فيها, and you highlight manually ال الميوم جلانز. هذا ما أخذها cross sectional, ومن ال cross sectionals معرف إنه في عنا هالقد loss. If you think that the loss is more, يعني you're seeing what is more with that one, what it's putting as a degree, لا بفضل إنك أنت يعني to highlight it manually. بترسم عليهم إنه هدول هون في عنا فراغ, هون ما في, هدول ماتد, هذه مسكرة, هذه مثلاً رابطة بجارتها, هون ما في مثلاً ميوم جلاند at all. يعني I prefer it, خاصة stage 3 and 4 شوي tricky ال quantification. تعمل دبل تشيك مانوالي لما يطلع لك مثلا هو ستيج 3 او ستيج 4, تعمل دبل تشيك بس وان هاي بدون ما دبل تشيك. وي كان سي ذات اتس يعني ذي سبان من فوق لتحت, اند يعني اليومن تبعهم منيح. ف يو دونت هاف تو دبل تشيك وذ ذس. يوزوالي وات يو نيد تو دبل تشيك از ذا 3 اند 4, ستيج 3 اند 4, لانه 4 از ا بيشنت هو ودنت بنفيت من مثلا الاي اي تريتمنت. هلا احنا بالس ليزر لايت ثيرابي. هلا شو الفكره من البالس لايت ثيرابي؟ احنا حكينا في انفلاميشن, في ستاجنيشن, في الكواليتي اوف ذا تير فيلم اور ذا سيكريشنز تبع الميوم جلاند ار افكتد. فاحنا وي وونت تو اوفركم اول اوف ذس, والارفيسز مسكره, وي وونت تو اوفركم اول ذيز بروبلمز. فاحنا بنحط ال قبل ما نبدا دكتوره نانسي, قبل ما نبدا في فكره الجهاز وفكره البلس ثيرابي, احنا دلوقتي علشان الحته دي عامله لي انا اصلا شويه اوكي. احنا اتفقنا على ان كلينيكال اكزامينيشن لسه موجود وفي التشخيص. ما ينفعش بس ان انا اخد صوره مايوجرافي واتكلم. كتير البريك اب تايم ليه دور في البازل دي. يعني انا لو لقيت البريك اب تايم ماتش مور افكتد, بس ببص على الميوم جلاند لقيتها كويسه والميوجرافي مديني مثلا هادي جري 0 اور 1, ده معناها ان العيان ده مش بتاع التريتمنت اللي احنا رايحين نتكلم عنه. اكزاكتلي احنا حكينا اولها انه يو هاف تو دو ذا بريك اب تايم اند ذا شيرمر تيست. هلا اول شيء لانه عشان تعرف انه هذا المريض باي كاتيجوري عم بوقع, اثنين ممكن يكون ميكست, يعني ممكن ان تلاقي تير بريك اب تايم افكتد اند ذا ميوم جلاند ار فيري باد. هلا في ناس عندهم ميوم جلاند ديزيز اونلي يو دونت هاف تو سبستيتيوت ذم وذ دروبس. يعني الاي اي تريتمنت احنا يعني ما بنلجأ لدروبس فيهم. اذا في كومبايند, لا يو دو اي اي اند يو جيف دروبس. يو نو يعني عشان انت وات كايند اوف كاتيجورايزنج يعني المرضى تاعتهم. مش كل واحد بنفع لهذا النوع من التريتمنت. اول شيء لازم يكون ا ديجري اوف ميوم جلاند افكشن, كثير مهم. اذروايز ذا دراي اي دو تو مثلا ويذر او deficient blinking أو evaporation is not يعني هدول مش candidates لل AI. يبقى احنا لو عندنا break up time defect بس الميوبين جلاند كويسة, ده مش candidate لل AI at all. You have to have ميوبين جلاند disease. يعني it is indicated for dry eye due to ميوبين جلاند disease. It's okay. خلاص كده احنا خلصنا الجزء اللي هو بتاع selection بتاع البيشنت. بس added لي ان انا لو عندي الاثنين هدي له اي اي واعمل له الاي اي ومع السبستيتيوت بقى بالظبط. يس يس. طيب نخش بقى في فكره التريتمنت بقى, الفكره بتاعته عباره عن ايه؟ يعني هو ليه احنا مشينا في السكه دي؟ طيب هلا احنا خلينا نحكي التراديشنالي واحد عنده بليفرايتس او ميوم جلاند ديزيز, هدول كرونيك. يوجوالي هدول كرونيك, ما في واحد بيجي بعد اقل من, يعني ما في كرونيك ميوم جلاند ديزيز بعد اسبوعين وبيختفي من العياده. These are يعني customers للكلينيك. وزي ما حكينا في good days و bad days according to the weather, according to the diet, according to هم متحمسين انه يعملوا لد هايجين ولا لا ياخذوا دواهم ولا لا. So it gets better with time or with age, but it never goes away. فكتير مهم جزء من العلاج انك تحكي للمريض this is a chronic disease, to make sure انه this dry eye بسبب الميبومينج gland dysfunction. عشان انه لما تيجي بتشرح له انه مش قصة قطرات, قصة في systemic illness we have to target. احنا كنا نبدأ for comfort كنا بنعطي قطرات,
بس المينستي اوف تريتمنت از دوكسي سايكلين او تيترا سايكلين وهاي العيله. Sometimes we get give steroids للانفلاميشن بس يعني short duration. و مساج كتير مهم warm compresses. زي ما حكينا المرضى كتير reluctant بموضوع warm compresses. يعني أنا كنت مريضة يعني كان عندي blepharitis و meibomian gland disease. عدت فترة وأنا دكتورة عيون يعني ألاقي plan كيف أعمل warm compresses. يعني لبعدين صرت أفهم المرضى أنه bring a cloth وحطها بمي وحطها بالمايكروويف and then take it out يعني عشان يصير feasible. طب كيف يعني بدي أحط 2 minutes or 3 minutes of warm compresses يعني. وبعدين he has to with using the knuckles to express ال meibomian secretion out of the يفرق لو هيعمل ال warm compresses والمساج ده الصبح أو بالليل أو whatever. It's better to do it twice a day. فأنا بحط الصبح وبالليل بس إذا ما بقدر I prefer إنه he does it in the morning لأنه بعديها رح يكون في قطرة رح تنحط يعني usually so he makes use of it. أما بالليل بتكون هي مسكرة. هلأ بالليل يعني لما يصحى الصبح رح تكون ال symptoms worse لأنه كلياتها stagnated والعين مسكرة. إحنا we know this بس the efficiency of أو effectiveness of drops are better once you just get rid of whatever built خلال الليل. تكون انت يعني معظم الاشياء اللي ذات اكيوميليتد خلال فتره تسكير الايلد. يعني احنا طبعا يعني هل احنا العيانين اللي عندهم يعني meibomian stagnation وعندهم meibomian gland dysfunction المفروض نتجنب الحاجات اللي هي زي يعني شويه زي المراهم والجل ونستكتو قطرات ولا ما تفرقش؟ هذا سؤال very tricky لأني أنا مش عارفة أحكي على الهواء ولا لا. بتاعنا عدية الهواء بتاعنا عدية ما فيهوش مشكلة. طيب عدية على قدنا على قدنا أوكي. أنا شخص كتير ما بح أنا عندي مشكلة مع المراهم ما بعرف ليه بحس إنه المراهم they don't go along يعني ولولا إنه فس يعني مرهم واحد بس تعمله اللي هو Zovirax Acyclovir يعني ointment لأنه ما فيش منه drop عنا. بس انا يعني I don't believe in ointments for the cornea يعني it's too delicate to يعني withstand an ointment actually so ما بحب it blocks an orifice it blocks a nasolacrimal duct حتى بالاطفال هدول تعون اللي nasolacrimal duct obstruction يعني احنا بنزيد المشكله العيانين دول حقيقه بيجوا لنا من ريفيرد من دكتورز مش سبيشالايز في الموضوع ده عاده بيبقوا واخدين كمية مراهم مش قليلة حقيقي yes. يعني فدايما ده يعني بيبقى مشكلة بالنسبة لهم يعني لحد مشكلة كمان يعني هيك يكون المنظر مش كتير حلو ده always sticky always ميزي always يعني ملغمطة يعني شوي هيك العين بتكون فلا لا no I'm not with ointments إلا إذا كان في عنا dryness وscaling على الايلد من فوق يعني as a lubricating يعني material بس مش على العين ولا على الأوريفيس ولا على الأيليد مارجن يعني actually I don't like it even at night ممكن إذا كانت gel like viscous يعني is okay but not an ointment. خلينا بقى نخش بقى في الـ EI على طول. وفي واحد بيسأل فكرة إن إحنا بنقول EI فهو فكر إن إحنا بنتكلم عن حاجة اسمها E وجنبها I لا هو E دي اسم الشركة متهيألي EI دي اسم الشركة صح؟ I don't know. مش عارفة صراحة من إيش الاسم. No. I don't know. Yeah. يعني اختصار علمي. لا هو مش اختصار علمي. هو مش اختصار. لازم نسأل الشركة على فكرة. لازم نحكي إنه ما في financial interest in this. خالص. الفكرة بقى بتاعت البلس ثيرابي دي ايه يا دكتورة نانسي عشان نبقى يعني قبل ما البلس ثيرابي احنا بنعرفها بالسكن والريجوفينيشن كل هاي القصة اللايت او يعني البلس لايت ثيرابي لعب كتير اشياء مولز فريكلز سموثينج اوف ذا سكن فلقوا انه ات ايفن يعني اذا كانوا عم بيعملوا ليزر اراوند ذات اريا خاصة باللايت الناس اللي عندهم مثلا فيتيلايجو عندهم سورياسيس and they had
بطريقه الصدفه ميمورين جلاند ديزيز السيمتومز تبعتهم ات امبروفد اذا كانوا يعملوا اراوند ذات اريا مثلا على الراس على وات ايفر يعني كانت ذا امبروفد سو من هون اجت الفكره انه تو تراي ذا لايت انرجي اون ذا اي فصار في هاي المحاوله انه اول شيء صار الاي بي ال ابلس لايت يعني على الميمورين جلاند اون ذا سكين برا وبيعطي doses of light وهذا بيعمل زي simulation لل memory glands sympathetic nerve simulation and يعني warming effect يعني هو أول شيء رح تسمعه كتير بشركات أو بكتير أجهزة يمكن في 1500 جهاز زي الإي آي بتشتغل على زي thermal energy بتعطي لل memory glands عشان to liquefy هال السكريشنز هذولا in order to express it يعني بطريقة effective. هلا what makes AI different هو لازم أنا يعني أستغل الشركة بهذا الحكي يعني I don't think about it actually. ولا ما يعني. What makes AI different is إنه it works in a way the pulse light يعني إحنا نحكي regulated pulse light therapy. إيش يعني؟ يعني بدل ما يعطيني بلس اللي مثلاً بضرب هاي الجلاند وبيفتح الأرفس تبعها أو بيسخنها والإفشنت أنرجي هاي بتخلص آخر البلس بيعطيني يعني خلينا نحكي مونوتونس أو بضل نفس الريذم أو نفس خلينا نحكي الأنرجي ليفل all through the pulse اللي بتعطيه. هلأ كيف إحنا بنعملها عادةً؟ بنحط بنسكر العين زي الصورة اللي عرضها دكتور محمد بالبوست تاعه انه بنسكرها ب something plugs whatever يعني شاش anything that protect the eye وهي بتنعمل كلها على السكن on both sides يعني الضربات الشركة اشي what we use احنا as doctors او recommendation اشي تاني بنعمل five usually what the company tells you is to do five انا حطيتها دي كده هو ده كاني كده جرب very relaxed patient هذا بقول لك it's not painful at all يعني مع انه في ناس هيك بنقزوا منها هي الاول ضربه بنقزوا فلازم تو يعني تحكي للمريض ما تنقز فيها لسعه كده لسعه اول وحده يعني especially احنا بعيد خالص عن الايليدز يعني من برا خالص تحت يا بعيد احنا على السكن سو بتعطيكي لايت انرجي احنا بنعطي خمس ضربات اون ايتش سايد يعني يوجوالي بتتقسم من الانر كانفس 1 2 3 4 واخر وحده اوتسايد يعني هون المنطقه هاي تقريبا عند التمبل ذس از ذا بيسك اللي احنا بنعطي 5 شوتس ان سم بيشنتس اي دو 10 اكتشلي سم تايمز اي دو 7 حسب المريض وحسب if I think إنه he's in a very يعني severe memory gland dysfunction هلا basically خمسة بس it's okay to do 7 and 10 on each side يعني don't panic إذا أعطيته شوي هلا إمتى إحنا من نرخي شوي خلينا نحكي الحماس تاع الـ AI إذا كانت the skin is very dark AI بيختلف عن الأجهزة الثانية إنه برضو لازم أحكي للشركة هذا الحكي إنه بيختلف إنه هلأ في recommendation إذا كانت very dry very dark skin it's a contraindication مع الـ AI no it's not يعني إلا إذا كان very black يعني قليل من لاقي black very very black skin يعني حتى البراون والأفارقة it's okay to do that بس إذا كان إلا إذا كان black skin عشان هو بيadjust the power according لل color of skin yes في معه زي مسطرة بالألوان السكن يعني very fair to very dark و accordingly بيصير adjustment لل power level هو لحاله حتى بفصل بين كل واحدة وواحدة يعني بعمل زي cooling وبعدين you give the other هو سهل كتير يعني بس it's important إنه لمين تعطيه وقديش تعطيه للمرضى زي ما حكينا هلأ after that من الأشياء الكتير مهمة إنه بس خلصنا الـ AI ومسحنا الجل في جل بنحطه طبعاً عشان زي الكوبلينجز ماتيريال عشان ما تعمل بيرن يعني كونوا سخيين بالجل خاصة إذا كل مسمرة البشرة أنا لما جربت كمان الحتة دي الجزء اللي ما كانش فيه جل جامد كان بيلسع أكتر وبنحرق في ناس بنحرق بيلسع قوي يعني ما توفروا بالجل I think يعني it is supplied مع الجهاز المفروض
فلل يعني وكل ما كانت البشرة أغمق كل ما كان لأنه الداي it's absorbed الميلانين فيها فبتكون الإفكت of the burn أعلى فيعني يكونوا كريمين بالجل شوي عشان ما يجي محروق المريض بيكون أنه أوكي دراي آي راحت بس يعني أنا محروق مشكلة يعني خاصة إذا كان صبية هلأ عملنا بعد ما خلصنا مسحنا الجل it's very important نستنى شوي ونحكي للمريض يعمل مساج we either show him أنه كيف يعمل مساج with the knuckles يعني هيك أوكي يس من تحت ومن فوق with the knuckles وشوي عشان انه خلص الاوريفيسس فتحت يعني هلا كثير من الاطباء زملائنا حكوا لي انه احنا جربنا كثير وما استفدنا كثير مرضى بيحكوا انه ما استفدنا بس هم ما بيشوفوا اللي احنا شايفينه شو احنا شايفين usually the first few hours after the treatment it's like magic انا يعني عمتي واحدة من الناس اللي انا she was a very bad case of dry eye I took her and did the treatment for her وشفتها بآخر نهار it was like يعني, so different يعني I could see the flow يعني كنت expressing white sebaceous material out of the orifices I could see just liquidy capping of the meibomian glands which is يعني خلال كم من ساعة كتير حلو هلا the first session هلا خلينا نحكي كيف الـ treatment protocol أهم شيء إنه نعمل three sessions هدول البيسك بين كل سيشن من كل سيشن وسيشن قد ايه يعني بين كل جلسه وجلسه قد ايه هلا بقول لك كيف هلا الفيرست سيشن وانس يو هلا اكثر ناس بيستفيدوا من الاي اي هم الستيج 2 اند 3 من بوينج لاند ديزيز يعني ستيج 1 ما في داعي لانه ات كود بي كوستي ستيج 4 انلايكلي اذا المريض مش فارق عنده بده يجرب اي شيء يعني تراي ما توصل بمريضك لستيج 4 وما تاخر هذا سؤال هذا يمكن رد على دكتوره رشا إنه ما نأخر الناس كتير the earlier the better لأنه أنت مرات تحول مريض من stage 3 ل stage 2 أو من 2 to 1 أما stage 4 ممكن يعني تخفف شوي عليه بس إنك أنت تو يعني تنعش هالmeibomian glands is يعني unlikely actually so أحسن ناس بس في do 2 and 3 first session بصير عندك يعني partial response لمدة 5 أيام أكتر شيء بأول كم من ساعة and then it starts to wean off فلي بقول لك أنا استفدت وبعدين خلاص لا لا because it is a cumulative effect يعني additive عشان هيك أول ثلاثة ما فيش واحد بتحسن من جلسة واحدة وتقول له مع السلامة so you have to give it offer to him as a course of treatment حتى لو كل شيء تمام كان بعد أول جلسة فأول جلسة partial improvement الإفكت تبعها بالكتير 5 أيام you do the second جلسة يعني session after 2 weeks 15 يوم بنفس الطريقة بنفس الأسلوب and هلا هذيك كانت partial ال improvement بال meibomian glands ال بالسيشن الثانية full improvement يعني مش إنه 100% إنه بتصير منيحة لا بس إنه مثلا الجلانز بدها تتحسن بتتحسن fully مش إنه بتفتح وبتسكر زي السيشن 1 إنه اللي فتحت المرة الماضية partially it opens completely بالسيشن الثانية والorifices they don't go back to close again so الجلسة الثانية كتير مهمة والإفكت بحب بيستمر بين أسبوعين وثلاثة الجلسة الثالثة بنعملها بعد شهر فيعني واحدة أول واحدة بعدين أسبوع بعدين أو يعني 15 يوم بعدين شهر أوكي فبصف يعني على 45 يوم you should have completed the treatment course و you offer يعني بتحكي للمرضى عشان يحسوا إنه sometimes you cannot guarantee everything يعني ممكن تكون أنت حسيت response amazing بس يجيك بعد شهر إنه والله we're going back to square one سو so, احكي للمريض انه في بعض الناس بيحتاجوا لمينتننس هلا قد ايه بتضاين قد ايه بتضل الاي اي افكت من 6 شهور لثلاث سنين حسب المريض وحسب قد ايه الريجنريشن عنده عالي مثلا الاولد بيبل يوزوالي دي دو بيتر لانه الفايبروبلاست اكتيفيتي والفايبروسيس والانفلاميشن كثير سبرست ف بالراحه هذا بيجيك بعد ثلاث سنين وبحس حاله كثير ممتاز استثمر فيهم يعني اذا بدك If you're thinking of this, استثمر بكبار السن. أما واحد مثلاً صغير بالعمر وmeibomian gland disease, he will come with all everything يعني back to square one after 2-3 months. Like يعني دفعتني الوراي والقدامي وأنا ما استفدتش. مش معنى مش معنى دكتورة. ممكن maintenance ندي. يعني هل أنا بدي الثلاث شهور دول هل في maintenance medical ممكن أدي خلال الفترة دي طول الفترة شوية؟ هلا once
The orifices or the glands are open and the membrane gland secretion is improved or يعني quality is improved, it is improved. What you need to do إنه مثلا if something that was causing this problem مثلا blockage inflammation زي rosacea مثلا واحد he has to be on antibiotics or he doesn't do a lid hygiene that is proper, yes, he has to maintain it. But usually you only need supportive treatment to be drops. وانه هالمساج يصير عارفه هذا المريض انه الصبح لما تغسل وجهك غسل بماء دافي واعمل ليتل بيت اوف مساج اتس اوريدي اوبن جست كيپ ات اوبن يعني عشان التريتمنت تضل معك فتره طويله. الماموجرافي بيبان بقى فيه التحسن؟ يس ديفينتلي يو كان كوانتيفاي بيبان يس انه اف اتس يعني يو جو فروم مثلا ستيج 3 تو ستيج 2 اور تو ستيج 1 يس يو دوكيومنت ات يو شو كثير حلو انك انت بتفرجي المريض تعال شوف كيف بعد الجلسة الأولى كيف صار تعال شوف كيف بعد الجلسة الثانية المشكلة إن المبومينج الموبوغرافي شوية يعني سبجكتيف لجزء كبير قوي معتمد على الشخص اللي بيعمله فأنا ممكن نفس العيان أطلعه جريد ستيج 2 وممكن أطلعه ستيج 3 وممكن أطلع يعني هلا اذا كان ممكن يبقى شويه بايس الحته دي يس بس يعني احنا متفقين انه ستيج 2 اند 3 they need treatment it's الديسيجن عتاعك بين ستيج 1 اند 2 يعني ممكن واحد انه تحسي انه انت يعني هو مش بحاجه why put him through this او انه كان بحاجه وانت قلتي لا this is stage 1 I don't need it عشان هيك انا بحب كثير المانيوال يعني ارسموا شوي على الميبوم جلاند it gives you a better يعني better overview of the state of the patient أكثر من إنه تعتمدوا على cross section لأنه إذا اعتمدنا على cross section في واحد ممكن يأخذ cross section أكبر منطقة ظللها بيختلف يعني ممكن أنا أشوف منطقة ألاقي إنه هذول oh it's doing very very good وإنه moving lines are okay وأظللها وأنت تروح تظللي منطقة ثانية ما يكون فيها كتير أو تشوفي tip بتفكري أنت this is a moving line وهي بتكون area of dead area هاي مشكلة فإتس كتير مهمة to trace it في ألم يعني بالهاي to trace them ترسميها وحتى ما فيش داعي حتى هو to quantify it الجهاز أنت بتصير تحسي إنه oh this is bad or this is good يعني دكتور نانسي what about the mammary gland of the upper eyelid إحنا ما بنعملش عليها السيشن طب يبقى إحنا كده ما عالجناهاش هلا the disease does not treat هلا احنا بنحط does not treat only the moving glands of the lower eyelid and actually احنا الناس اللي بتعاني من the upper eyelid مش the lower يعني اكثر من the lower eyelid طيب بس احنا بنضرب الليزر كله هنا تحت مش بنضربه yes. فوق yes. ازاي هي بتعالج اللي فوق بقى يا yeah. هلا the pulse light بتوصل لل upper eyelid بتوصل لل upper eyelid yes no. definitely ليه بنحط البلجز معناته بنخلي المريض خلص مغمض عينيه و that's it لأنه it is disseminative actually زي ما حكينا كانوا يعملوا السورايسز إذا كانت بالسكن of the scalp ويحسوا إن المومنج لاند لأنها بعيد شوي بيحسوا إن المومنج لاند عم تتحسن مهم يعني فكان فقلت بس إن أنا أعمله هايلايتنج وفكرة إن إحنا بنضرب إحنا we go for both eyes at the same time يعني السيشن بيبقى ناحيتين at the same time in at the same treatment session yes لانه هو اصلا الجهاز له زي كاردز تحسب قديش سيشنز والسيشنز بتكفي عينتين يعني مش معقول تضيعي السيشن بدون ما تعملي عين ثاني يوجولي دي يعني اذا بايلاترال يوجولي خلينا نقول دكتوره نانسي حضرتك انهي عيان اللي بتعملي له الخمسه سيشن اللي ريكومندد من الشركه واي عيان اللي بتعملي له السبعه ولا السته ولا العشره يعني بتختاري البيشنتس دول على انهي اساس ليها كلينيكال اكسبيرينس ولا ليه داتا انت بتطلعيها لا actually مش data it's not described the 7 will 10 they are not described you will see and try to find it's not I think you know سامر حمادة بإنجلند كمان he uses this way of يعني thinking إنه I need more pulse بس ما بتحطه total energy you give more pulse with the sub total energy level حتى لو ال skin can fair وبدل ما تعمل overlap يعني انت بتعرف هو الها ويتس الايد الاي اي وهي بتعمل زي الون بتعملك زي بتقسم لك اياهم المنطقه يعني الخمسه مصممين لتوصل انت للكانفس الاوتر كانفس وات يو دو از يو overlap them يعني مسافه ونص تقريبا عشان توصل العشرة هلا
This way, you are sure that all the area is covered. بالناس اللي عندهم severe mobile gland, يعني ثلاثة ونص, يعني بين الثلاثة والأربعة ال severe, وإذا كانوا fair skin, أنا I don't attempt this بالناس اللي سمر, يعني معظم منطقتنا, بس إنه اللي fair skin وكتير severe mobile gland affection, I do this kind. I attempt 10. هلا مو ضروري كل session تكون 10. يعني مثلا انا بعرف السيشن الاولى ما في يعني الايفكت تبعها ترانزينت, فانا ما بضيع 10 ضربات على سيشن انا عارفه انها ترانزينت, سواء عملت 10 ولا 20 ات از ترانزينت. سو الجلسه الاولى از 5. الجلسه اللي بتفرق معي الثانيه والثالثه اذا حسيت انه اتس سيفير, يعني سيفير انفلاميشن, بضرب الثانيه مثلا 10, والثالثه ممكن احط 10 او لا, ومرات ممكن اعطي العين الواحده 5 والثانيه 10 حسب الافكشن, او 5 حسب السيفيريتي. يس, بس بدك تاخذ بالك يعني انه يكون الاوفرلاب, يعني مش 10 بنفس المنطقه, يو هاف تو سبيس الديستانس تاعتك, يعني تعطي تحط نفس الباور في نفس المكان, في نفس المكان هتبقى مشكله. yes. السؤال التاني, حضرتك بتعملي الميموجرافي ده بعد الثلاثة سيشن ولا بتعمليه بعد كل سيشن وتشوفي الدنيا اخبارها ايه؟ لا لا لا, بعد الثلاثة سيشن, الا اذا المريض مثلا في مرضى كانوا يتاخروا for a reason or another, مثلا يتاخروا شهرين, احنا بنحكي انه الايفكت از كوميوليتيف, اتس فيري امبورتنت انه يعني مش هيك عبثيه قصه ال 15 يوم 45 يوم واسبوع عشان يشوفوا انه خلص انه الايفكت واكسز اند يو نيد تو بيلد ات اجين. فهلا الانفلاميشن بيلدز اب اجين بهاي الفتره, فانت رجعت للستيج اللي انت تركت منها, وهي مايت نيد انذر سيشن, كانه يوجوالي سام تايمز اتذم انه احنا بلشنا من الصفر, كانه رجعنا للصفر, سبيشلي اذا الفيرست سيشن. طيب سؤالي, بعد الثلاثه سيشن وجينا عملنا ميوجرافي لقينا نفسنا في نفس المكان, هل ينفع ازود سيشن ولا خلاص وانس ان هو خد الثلاثه سيشن مش ينفع ياخد السيشن الرابع مره ثانيه المربع صفر؟ ايوه, يعني انا عملت ثلاثه سيشن وبعد كده بعد شهر ونص رحت اعمل له ميوجرافي لقيت في نفس الستيج, كنت ستيج 3 بقيت لسه ستيج 3, هل ده معناه ان انا هعمل سيشن رابعه ولا خلاص انا كده فضلت مش هعمل له حاجه؟ مش كل مريض يو نيد تو دو ميوجرافي له. Ask him about the symptoms. شوف dry eye. يعني هلا احنا dry eye symptoms مش بس انه والله the eye is dry. يعني he feels better. He feels انه والله انا بطلت احط 20 مرة باليوم قطرات صرت احط 8. This is an improvement. انا the gritty sensation راحت من عندي. الحمار اللي كان بعيني تلنجكتازيا راحت. This is an improvement. احنا ما عم نحكي بس انه improvement in the quantity of the tears او the quality of the tears اللي عم بتكون. يعني في عندنا اكثر من تحكم انه the patient is doing okay. ايوه, بس اكيد حضرتك قابلتي حد حتى السيمبتومز ما تحسنتش, ده بعد ثلاثة سيشن ولا ما قابلتيش؟ ما تحسنتش ابدا. ما قابلتيش. يعني احنا يبقى احنا متوقع ان احنا بنسبه كبيره لو عملنا جود سيلكشن للبيشنتس دول اللي هم داخلين على الاي اي هيبقى لو ما حسيناش ببارامترز مختلفه هنحس بسيمبتومز ريليف, ده اللي انا اقدر اخده من حضرتك صح كده؟ يس يس. وبتحكي للمريض انه يو مايت نيد بروبابلي انذر مينتيننس بعد 6 شهور. كثير مهم الكلمه انه البيشنت سيلكشن 6 شهور. بيبقوا ثلاثه يعني. برضه ولا بيبقوا 1 سيشن مينتيننس. في ناس بحبوا الموضوع كثير فبصيروا يجوا كل سنه بدهم جلسه اي اي, يعني they feel this is يعني keeping them going. يعني وزي ما حكينا في ناس بضلوا 6 شهور they're fine وبعدين بدنا نبدا من اول وجديد, وفي ناس بضلوا 3 سنين up to 3 years. هلا كلمه ذا جولدن او ذا ستاند, يعني العنوان المهم انه patient selection. عشان هيك ده مهم جدا. طبعا في كثير من الاطباء بعثوا لي يمكن privately انه استعملنا وما بنفع من هذا الحكي, انه كثير مهم patient selection, كثير كثير مهم. في سؤال مهم برضو دلوقتي دكتور فارس كاتبه بيقول لحضرتك الانرجي بتاعه الديفايسز بس معتمد على سكين كلر ولا في اي حاجه ثانيه؟ Just yeah, it's just based on skin color. Just based on skin color. لأنه warming the melanin pigment in the skin in the dermis هي اللي أصلاً تعملي transmits the energy على على the mobile glands. أنا شفت أنا السكيل بتاع ال color coding اللي هم. افرض انا يعني سقطت مثلا او فاكرك انت مغمق شويه ورحت حطك في الفير ويعني
دي يعني انا البني ادم مش ماشي مكتوب على رقمه السكيل بتاع جلده ايه يعني، هل ده هيبقى فيه دينجرس معين ان انا لو هو فير سكن ودخلته في الجانب ده او ده يعني فاهم؟ اكيد مش هتلخبط بين الاسود والابيض بس هتلخبط في النص يعني عارفه. بس يمكن لاحظت لو الكتيب معك انه الرول هاي الرولر هاي اللي مع المسطره يعني يوجوالي اول 3 4 شيدز اوف سكن ات جيفز فول بوتنشال للانرجي يمكن مش موجود يعني كلها. احاول اجيب لك اجيب الصوره بتاعت الانرجي دي من على ادفرس افكت يس. احنا بنخاف من سكين كانسر بنخاف بس يعني احنا بنخاف من سيشن ممكن يبقى في اي ريسك للسكين كانسر في 3 سيشنز 3 سيشنز انت بتعرف انه هاي ذس از يعني westernized device يعني هم لو واحد صار من 3 ملايين هاي صارت قصة يعني. فيعني أسترازينيكا وقفوه لأنه 7 من 1000 مليون صابهم thrombo umbilic phenomena يعني we've never seen this. أكيد عددنا كتير قليلة بس مش رح سامح حالك إذا صار بمريض حتى لو coincidentally يعني. هلأ الـ AI بالذات أنا ما عم بحكي عن الـ IPL التانيين في أشياء كتير وشركات تانية الـ incidence of this is يعني even حتى not reported عشان هيك بس you avoid very dark لأنه بعمل burns مش إشي تاني. مهم ما حكينا أو شغلة كتير مهمة مين الناس اللي ما بنعملهم AI ولا مش مين اللي ده مهم ده مهم كتير مين اللي ما بنعمله pregnant ladies we don't do AI for them الناس اللي بياخدوا رؤكتين for the acne كتير مهم الناس اللي عملوا sun tanning بالبدز هدول راحوا عاملين sun tanning الناس اللي عاملين tanning sun tanning أو bed tanning يعني إنه tanning you avoid it أسبوعين أو ثلاثة الناس اللي بياخدوا مثلاً أي إشي something يعني that affects مثلاً هذا المريض أخذ doxycycline for some reason إحنا بنعرف الاعتدار مع الشمس it is a photo يعني sensitive medication بتوقفوا أسبوعين ثلاثة and then you do the AI you don't do it at the same time حتى لو عندي inflammation بعدين بتحطه على الجهاز كتير مهم otherwise you'll burn the patient they, يعني المريض بيكون كتير حساس okay. تاني كده دكتورة نانسي لخصيهم تاني اللي هم ايه بالضبط تاني pregnant ladies they're not يعني good candidates اي حدا بياخد photosensitive therapy خلينا نحكي doxycycline مثلا antibiotic you have to stop it اي حدا عمل sun tanning او bed tanning يعني اسبوعين ثلاثه برضه بدك توقف التريتمنت او اذا بده يعملها بدك يخططها بعد اسبوعين ثلاثه من تريتمنت يعني واحد بيقول لك بدي اعمل السيشن واسافر على الشرم مثلا ممنوع ممنوع بدك تقعد اسبوع يعني in a relaxed environment ما تكونش direct the sun لأن احنا we gathered all the cells هدول تعمل الملمن pigment على surface حطناهم ف you don't want them to stay there يعني we want them to disseminate under the skin okay يعني لا يكون واخد تان لا يكون واخد تان يعني مش جاي من ما احنا أصلاً كل يعني احنا في تان ليل ونهار يعني يا لك لا 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 دكتورة نانسي انتوا الأردن عندكم جو حلو انت انتوا عندكم يعني احنا بتغلوا التكييف في السنة كلها مثلا يعني انا ما عم بحكي عن ربع ساعة اللي بالسيارة مثلا او الصبح يعني يعني احنا ربع ساعة اللي بالسيارة لا احنا عندنا السيارة بتاخد وقت طويل عن كده يعني يعني اندلج وستي فور اورز اندر ذا سن هاي يعني اكيد لا اما انه يعني ممكن لو حد كان او واخد تان شويه عن لونه العادي ممكن نقلل بس الباور ولا ده مش ابليكابل ولا مش مهم قد ايه مهم الديوريشن يعني اذا هذا واحد جايني مثلا جايك من شرم الشيخ احنا من العقبه من يومين نو اي ديفيرد ذا تريتمنت فور ا ويك ات ليست يعني ا ويك اور تو يس اي وونت ذا ميلانين اللي بتجمع تحت السطح الميلانوسايتس
to disseminate, لأنه أنا بدي لما أنا أضرب أعمل هاي الضرب البولس هي gathers them again. فأنا I don't want to يعني أني أحرق السيلز الموجودين under the dermal layers وما أعملها dissemination. كتير مهم أنها تروح everywhere عشان to dissipate الـ energy يعني. دكتور نانسي kind of laser therapy يعني يعني pulse it is pulse. ما هو laser is a pulse light يعني. عشان هيك أصلاً تفتح الأوريفيسز يعني بتشتغل على الكيراتوسايتس أو fibroblasts actually اللي موجودة decreases the inflammatory response. عشان هيك كتير مهم للروزيشيا, هدول المرضى كتير بتحسنوا خاصة الصغار بالعمر يعني أكل الروزيشيا كتير بتحسنوا عليها. كيف بيعملوا للروزيشيا تحت الوجه؟ yellow light. It's يعني kind of the same principle. المساج بيعملوا بعد السيشن على طول ولا بيكمل طول الفترة؟ كتير مهم بعد السيشن يعني one of the very vital things اللي كتير ناس تنسى تحكيها للمرضى إنه لأنه خاصة the first session لأنه يا دوبك الأوريفيسز فتحت is to express whatever is there. فيعني إنه هلأ إذا بده يكمل عليها daily it's important يعني مهمة وحلوة, بس أهم شيء to make sure إنه يعني أنت فتحت الأوريفيس لسه ما كملت هال secretions هذيك أنها تصير of good quality to flow. فيعني شو استفادت إذا إحنا if you didn't express it at first يعني. فكتير مهمة بعد السيشن أهم شيء. بندي أنتيبيوتيك أو أي حاجة بعدها ولا لا؟ No من غير حاجة يعني أنتيبيوتيك. بس tear substitute لو كان محتاج, otherwise ما فيش عندي أي treatment. Tear substitute you might give steroids يعني drops FML أنا كتير بحبها أو فلوكون لوراميثادون يعني it stays there and it's very يعني very effective. في رولر, في ناس بيعملوا رولينج مرات يعني they milk the secretion. أنا بحسها تروماتيك صراحة يعني عملتها مع واحد من مرضاي وصراحة ندمت عليها. I'll never do it again, it was too traumatic يعني. The other eye اللي أنا I did not milk it this way, just with the knuckle of the finger she did much better يعني. يعني I had to give her systemic steroids حتى خفف الـ swelling of the rolling أو milking. دكتور نانسي بيقول لك after third session if the patient needs more what is the least time in between يعني بعد الثلاثة session هو احتاج session رابعة least time شهر the least شهر. time. وده انت بتقولي انك انت ما قابلتهوش قوي صح اللي هو اللي عمل ثلاثة session واحتاجت يعني 10 مليون انتو يعني اكيد انتو يمكن تقابلوا قبلي I don't know. لا انا قصدي لما تقابل قول لي. لا انا لسه ما بدأناش هنبدا يعني. في سؤال تاني بيقول حضرتك how to avoid overheating for cornea and eye globe. انا بس كان عندي سؤال ريليتد للنقطه دي ان انا جات لي بيشنت عندها ليزر بيرن في الفوفيا نتيجه بتاع الكربون اللي بيعملوه اسمه ايه اللي هو بيعملوه في البوكس عارف حاجه كده يعني كان السكريشن وهم اصلا بيلبسوا برضو جوجل وكده بس يا عيني الليزر عدى من تحت الجوجل برضو وجاب لها بارافوفيال مش بيرن بقى بارافوفيال هول بريك يعني عدى وعمل بريك جيم. لا بس ده نوع من اندياج ليزر اصلا الكربون ده نوع من انواع الاندياج ليزر ده لو اي لخبط اي يعني الجوجل دي اتحركت حصل فيها حاجه ده اكيد هيبقى فيري هارمفول على الكورنيا صح اكيد شور اكيد اكيد يعني ميك شور يعني تغرقوا بالجل والجل يسكر البلاج هذه البيضه بتيجي معها قطعه بيضه هيك فالكي هنا تغمض عينيك يعني ميك شور تسكويز وتغمض عينيك كتير منيح ما تفتحها إذا شوف ضوء أو يعني ما تغشش لأنه this might يعني cause you your cornea. أنا مخوفي غمضت عيني حتى أنا لبس اللي بتاع دي أنا غمضت عيني برضو علشان برضو إيه يعني احتياطيا رحت مغمض عيني. يعني هي لسعة لحالها بتخليك reflex لتغمض عينك يعني لسعة هاي يعني ما أظنش حد كتير جريء إنه to cheat on this يعني. فكيف الحتة دي غرق جل على قد ما تقدر. Yes please. اسخى بالجل. ما تأسمع العينتين يعني كل عين كل عين بوتل. ده التلخيص بتاع حضرتك عندك أي نقطة تانية في بقى تريكات بحيث أن أنا أبقى مستعد ليها أو جاهز ليها بحيث لو هنكمل الأسئلة بتاعنا
في سؤال هو عندنا من الدكتور فارس, what is the difference between expression and the milking of the gland. انا ما اعرفش الفرق, مش فاهم السؤال, بس لو حد فاهم السؤال يجاوب, بس انا مش فاهم السؤال. اوكي, milking is يعني milking من فوق لتحت, يعني بتمسك الايلد من 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 فوق. usually milking is done through an instrument, a roller مثلا, you milk it من فوق من tarsus لتحت للاورفيس. This is milking. Expression is only squeezing the orifice for whatever is there بهذيك ال vicinity, it comes out. And usually it's done with the knuckle. يعني زي ما بنعملها على السلام, we just take a squeeze. This is expression. Milking is when you come from أول الميمون gland وتضغطها لتحت. This is milking. It's milking يعني زي ما هي. الأنظر الأحسن يعني الميلكينج ولا الإكسبريشن؟ هلا usually لما بتعمل تطلع على الميموغرافي, stagnation بيكون just behind the orifice. يعني this is where you see the collection of the sebum or the meibomian secretions. يعني if it is very very narrow أو كانوا تنتين مع بعض مثلاً كألست, if you express it ما رح تطلع إشي, ورح تقول إنه this is okay وما فيش إشي مسكرة. وخاصة تعون مثلاً لو مصير في عندك كاريزيان, أو لو مصير عندنا مثلاً يعني بتحس إن عندك cyst أو mass يعني أو inflammation, it's not being expressed. لما بتقلب التارسس, if you just put يعني sometimes one of the patients احنا اضطرينا انه نفتح شوي بالبليد just to see to milk it out, it was يعني just like whitish stagnated هيك material that was there or just behind the يعني above the orifice بشوي كتير صغيرة, رح تحس بالدم. ف it's better to do milking اذا كنت حاسس انه nothing is coming out. بينما الإكسبرشن is very effective في الناس الأورفيسس فاتحة, بس they need just helping يعني زي المساج. فكل واحد يعني على إشي. الميكينج مو سهل على فكرة, it's traumatic شوي و painful شوي يعني. بتمسك الجفن كده وتقعد تنزل بيه لتحت كده, فده I think إن هو شوي. في رولر للميكينج, في رولر هيك رولر له two rolls زي دحالة أو مدحالة أو شي هيك, you just put it between the eyelid, بيجي between the two يعني الرولز تاعهم. في اصلا انسترومنت مخصوصه يس انت صح, يعني مش مساج, خلينا تو جوجل ات او يعني هلا بتطلع يمكن دكتور محمد تقدر تطلعها. زي عجلين هيك اسمها ايه, انا بس هي يعني بتحطها بالاخر بتطلعها لفوق للفورنكس اند يو جست في اوقات يا دكتورة ناسي بيبقى في عينين بيجي لهم كاليزين كتير قوي بس ما عندهمش دراينس, يعني ما عندوش دراينس بس this is me. I open my eye like five times for كاليزين قبل ما دول بيبقى مفيد بالنسبة لهم التريتمنت. Absolutely yes. هلا كان عندنا كاليزين سؤال هو لسه جاي هو من أميرة برضو نفس السؤال, is it this technique we never rule in treated calesion no, not instead of calesion surgery. ليه؟ لأنه calesion is a chronic inflammation. هلا إذا كان عندنا يعني blockage of a meibomian gland وصار في عندنا mass وبس it's still in the early phase وإحنا عارفين إنه this is not a chronic process, this is يعني absolutely magic the AI for them. بينما إذا وصلنا الكاليزيون it will not work at all, بالعكس رح تعملنا مشكلة. It will not work. ف surgery is the mainstay of treatment if you open it and just curettage it. يعني we are going to do surgery for the time being for the calesion اللي موجود دلوقتي, لكن as a protective measure قدام للناس اللي بيجي لها recurrent calesion ممكن go for this surgery. Yes, absolutely. Yeah. يعني ما بتوصل إلى مرحلة stagnation وإنه يصير في عندك build up of material. يعني هاي one of the things يعني. اللي يعني واحد يعني ممكن ما يكون عنده dry eye, بتيجي واحدة بجيب بنتها مثلاً إنه زهقنا قد ما عملنا surgeries, قد ما فتحنا عينها, بس كل شهر شهرين والثالث بصير عندها calesion مثلاً, what to do? You see إنه the eye is يعني beautifully wet, بس في مناطق معينة she has this telangiectasia وشوية changes هيك. It's absolutely beautiful هاي الاي اي لها, يعني it helps the whole vicinity, the whole area. يعني اصغر سن ممكن نعمل فيه امتى قد ايه ما في as the patient
قبل السؤال ده يعني ارجع بس لحته الكاليزيون تاني عشان بس الناس ممكن تسمعها كده ويبقى عندهم كلمه كاليزيون تبقى كاليزيون وخلاص، فنرجع بس نلاستريت بالظبط فكره الكاليزيون عشان مش اي حد هيبقى عنده كاليزيون هيروح يعمل له السيشن. انا حط الاي اي على جنب، يعني احنا الكاليزيون لما يجي واحد كاليزيون بنساله قديش صار له، مزبوط ولا لا؟ يعني قديش صار له هذا الكاليزيون؟ بقول لك والله شهرين. I don't expect this to go with drops ولا with antibiotics ولا with warm compresses يعني. بس إذا قال لك صار له 3 أيام ما بقول له warm compresses and massage and it will open بطلع لها رأس أبيض مثلا it's better. يعني the same way we treat this, the same way we treat the calesian إنه لو إذا أنت حسيته this is chronic cyst وصل لها شهرين أو أكثر من شهرين وجربوا كل أنواع العلاج it's not going, it will not go with the AI definitely, it needs to go to theater. طيب الجزء الاولاني بقى اللي هو اللي لسه في الاول بقى له كام يوم ومحمر شويه وبدانا نحس فيه ان هو لسه سوفت وجديد، ده ممكن ادخله على الاي اي؟ لا. طيب اذا كان انفلاميشن ذات از اكيوت يعني yes. حد بي اكيوت انفلاميشن والايليد از سولن يو دونت تاتش هيم لانه يعني واحد انفلامد يو دونت جيف وورمث له يو جيف كولد يعني ما بتعطي وورم تريتمنت لواحد عنده انفلاميشن. You need the inflammation to subside بعدين عشان to treat the underlying reason يعني. فإذا أنت بتعطي antibiotic أو بتعطي drops مثلا mild warm compresses يعني بس just to express it بس إنه as long as steroids is very important. حسيته هدي وراء وأنت قدرت تشوف الإيليد صار كويس بس إنه في عندك هل stay أو هل طالع محلها it's okay you can put him on the machine. يبقى احنا كده هنقدر نو يبقى احنا كده في اللي عندهم كاليزيون هيبقوا تو كاتيجوريز من بيشنتس بس اللي هو ممكن يكون لسه في الاول بس مش في اكيوت ستيج ومش انفليمد او الشخص اللي هو اوريدي كرونيك بس مش جاي لك بسيست او مش جاي لك بكرونيك سيست ده اللي هو مش عاوز يحصل له ريبيتيشن للكاليزيون ممكن يبقى كانديديت. انا كده صح؟ طيب اكزاكتلي يعني بس الحته دي تتقفل عشان مش اي حد يقول انه عنده كاليزيون ينفع ندخله على ايه بالظبط. Talking about ان العيان اللي هو في ناس بيجي لها ريكيرنت كاليزيون متكرر كل شهرين ثلاثه لو احنا كل مره بيدخل بيعمل سيجري انت بتدمر الموبومين جلاند اللي فيها الكاليزيون وكمان حبه من اللي جنبها فانت eventually في الاخر هتلاقي لما تيجي تعمله موبومين جلاند موبوجرافي هتلاقي ما عادش عندك اصلا موبومين جلاند يعني كويس. ف يعني دول ممكن تعملهم بروفيلاكتيك تريتمنت هتعالج اللي موجود دلوقتي اوكي باي ذا كونفنشنال ميجرز لكن ممكن نجو فور ذس لانه في الاخر ده موبومين جلاند ديس فانكشن فيعني ممكن يسهل. يعني اذا وصلت مرحله موبومين جلاند ديس فانكشن انها تو كوز ريكيرنت كاليزيوم ذاتس ات يعني مش ضروري أستنى أنه ضل إنه to open up يعني this is the candidate for such a treatment إنه أنا I don't want to reach a stage of stagnation and cyst formation بحيث إني أنا أضطر للسيرجري ومش بس إنها بتعمل لي destruction للموبومين جلاند it destroys the tarsus actually يعني ممكن ننتهي بتارسل instability يعني إذا فتحنا أكثر مرة من نعمل الكوريتاج في أكثر يعني it's a very bad and aggressive treatment يعني ف better avoid it. شايف دكتور محمد كتير في مهم كتير لي اه طلع لا مهمة لا هو احنا اصلا يعني مهم جدا ان احنا نسمع حضرتك المعلومات دي كلها لان انا اصلا قاعد برتبهم في دماغي علشان الخص الحلقة دلوقتي لان في كلام كتير جدا الناس انا واحد من الناس وفي ناس اللي هم حتى كمان مش دكاترة الرمد فكرة الدراي اي واخدينها عامة كده انا عندي جفاف في العين فممكن اعالجه بالاجهزة الجديدة يعني هي تعرفة دي يعني فكره عامه كده الناس ما مش واخده ان انها تتكلم فيها تفصيليا زي ما احنا بنتكلم فيها كده وبالطريقه العاميه كده قوي بحيث ان احنا ناخدها بطريقه مفصله شويه. بس دكتوره ماجده تركي بعت لحضرتك سؤال بتقول 22 years male presented with recurrent calesion over the last 2 years angiography show stage 3 to 4 show dramatic improvement after 3 sessions he wants to do session every 2 months. شايف المريض حاله بيجي بيحكي انه هو حابب يعملها يعني see what I'm talking about it makes a difference in the right people. ف no we don't do every 2 months لانه this is too much light energy this is too much infrared this is too much parasympathetic nerve stimulation you don't want to overdo it بدنا يضل النيرف
على threshold معين. We don't overdo it. So no, we don't do every 2 months. عشان هيك إحنا yeah. if he wants, we can do every 6 months. يعني كل سنة يعني كل 6 شهور مرة في السنة maintenance. كل سنة جلستين is enough. صح؟ أنا ممكن ألخص لحضرتك الحلقة وقولي لي كده أي كلمة قلتها غلط وقفيني. ال بدأنا في إن إحنا لازم نفرق dry eye دوت سببه إيه، وكلمنا إن إحنا في تكنيك ال pulsed laser ده للناس اللي عندهم ميبرين جلاند dysfunction، وممكن يبقى معاهم type تاني من dry eyes زي اللي عندهم break up time deficiency أو whatever eye type تاني. بس لو هو ميبرين جلاند بس يكفي إنك أنت تدخله على eye. بس لو الميبرين جلاند كويس، الميبرين جلاند كويسة وعنده other etiology of dry eye, it's not a candidate of pulsed laser therapy whatever بأنواعه. اتكلمنا في النقطة التانية ان التكنيك بتاع الجهاز دوت اكتشفوه وهم بيعالجوا الرشية بين، صح؟ ليزر للوجه، للوجه بس يعني رجوفينيتيف هذا للستات بيعرفوا الرجال ما بيعرفوا. فاكتشفوا ان هي بتحسن الميبرين جلاند، فقالوا نبدأ نتريت القصة ديت، واخترعوا أجهزة كتير منها الجهاز اللي احنا بنتكلم عليه. احنا مش جايين نتكلم على الجهاز، احنا جايين نتكلم على التكنيك يعني، وهو عبارة عن ليزر ثيرابي او بلسيت ليزر ثيرابي بتعمل خمسة سبوتس في الرايت لور في اللور رايت ليد وفي في الليفت لور ليد. وكان سوري بلسيت لايت بلسيت لايت كنت انا عندي مفهوم ان هو بس بيوصل للور ليد، حضرتك قلت لا ده هو بيوصل للابر ليد كمان، والباور بتاع الماشين ادجستبل حسب السكين كلر بتاع البيشنت. ومن احد مميزات الماشين اللي هي الاي اي دي ان هي ادجستبل، علشان في ماشينز تانية ما بتشتغلش على الداركر سكين شويه، فدوت ادجستبل حسب السكين كلر بتاع البيشنت. وفي حته تركتين في الشغل قلنا عليهم، انك انت تغرق العيان جل على قد ما تقدر، لان السنسيتيفيتي بتاعه اللايت ده بتقل في وجود الجل، وهو مور سيف اكتر. والحاجة التانية ان انت ممكن تزود البلسات، مش شرط يبقوا خمسة في كل ناحية، وديت اكوردينج، ويفضل ان انت ما تعملهاش في السيشن الاولانية، لان السيشن الاولانية حاجة بتقولي ان هي بتقعد لها 4-5 ايام وبترجع تاني ريلابسينج في النقطة دي. الجود سيليكشنز والجود مانجمنت في الثلاثة سيشن، السيشن الاولانية وبعد كده 15 يوم السيشن التانية وبعد كده شهر، هنتكلم في شهر ونص، ده بنسبة كبيرة بيدينا كود ريسبونس وفيدباك من البيشنتس كويس جدا. لو احتاجنا نعمل سيشن تانية هنعملها كل 6 شهور، لو البيشنت زي ما الدكتورة ماجدة كانت بتقول بالحالات اللي زي ديت هنعملها كل 6 شهور. المشاكل اللي احنا معرضين ليها حضرتك قلتي ما قابلناش مشاكل معرضين ليها، بس الدوكيومنتد بس الدوكيومنتد الموضوع كانسر ده دوكيومنتد ولا حضرتك يعني اصل حته كانسر documented موضوع الكانسر ده؟ طيب يعني هو ده documented، وانك انت يعني هو هيبقى هارم يعني ممكن يعمل زي سكار كده او يعمل يعني دكتور نانسي، سؤال حريمي خالص يعني حقيقي، ما يزودش الهالات السودة عشان بس بيرنز موضوع مهم. انت جرب على العين ما تحط الجل وشوف شو بصير. هو لما راح هنا في التيمبرال اريا كده كان ما كانش فيه جل قوي يعني، فتلسعت لسعه جامده يعني، عارفه اللي هو ما بيغمقش السكين يا دكتوره نانسي، ما يغمقش السكين، ما يزودش الهالات السوداء تحت العين. اصلا بتكون اهم حاجه القطعه البيضه اللي معهم هي اللي تاعت بتغطي العين، كفرز اللور بارت يعني، يعني محل هي بتخبي الحته دي اصلا كلها يعني، هي يس. في شغله كثير مهمه للستات انه يشيلوا كل الميك اب تماما، خاصه اذا في فاونديشن، لانه في صبيه يظهروا بلونهم الطبيعي يعني بدها تطلع بلونها الطبيعي. في مريضه هي كانت يعني ما بعرف كيف ضحكت علينا، انه انا يعني kind of sure انه this is not real skin. يعني there's something a layer on top. كنت بقولها انه اكيد مسحتي وجهك، اكيد you're not putting anything. وشي said yes yes. وكان her fiancé يعني واقف جنبها انه يعني اكيد مسحتي كل اشي وكل الميك اب. دكتورة يعني وهي انحرقت لانه the foundation that she was using يعني the powder هذا whatever اخذ اللايت
يعني اتكت وصار في عندك بيرن على السيرفس لاير. هلا the good thing it's a surface burn يعني قعد له يعني اسبوع زمان وراح, بس انه it's crusted بالسكند. دي معلومه كويسه, لا لا معلومه كويسه في موضوع الميك اب دوت يعني ريموف ات يعني احنا مش رايحين ريجوفينيشن يعني رايحين فور تريتمنت. طيب واخدنا حضرتك برضو معلومه ان ممكن عيان الكليزيون نتعامل معاه في موضوع الاي اي ده بس اندر سيركمتيشن معين, في فكره ان هو لو لسه في الاول ومش في الاكتف مش في الانفليمد ستيج ممكن نعمله, او لو هو كرونيك وبيجي له كذا مره بس ممكن بقى لو مش موجوده السيست ندي له السيشن دي تخلي السيست ما تجيش ثانيه اللي هي كرونيك الكليزيون سيست ما تجيش ثاني. انا وقعت حاجه ولا لسه؟ متهيألي ما وقعتش حاجه. لا لسه ما وقعت. لا انت تمام. انت كاتب لا انا مش كاتب, انا مش كاتب حاجه. لا انا مش كاتب حاجه بس انا بقى عاوز اقول لحضرتك جزء بزنس وايز بقى يعني عشان نستفيد من حضرتك وخبرتك فيه ان هو موجود عندك. هو في في البرايفت ولا في الجوفرمنت عند حضرتك في الاردن؟ هو مش موجود بالجوفرمنت. هو موجود في الجوفرمنت؟ لا اوكي. طيب ازاي اتس ايه يعني اتس ان اليت ديفايس اكتشلي يعني يو كانت اوف ان ا جوفرمنت سيتنج. طيب يعني هو موجود عند حضرتك في البرايفت. انت حاسه في المستشفيات انت حاسه ان هو كبقى تايب اوف بيشنتس وعدد بيشنتس ونمبر اوف كيسز اتس وورثنج ان لازم يكون موجود في مركز او في مستشفى عشان الحته دي برضو يعني عاوزه يعني استفيد من حضرتك فيها يعني كوست افكتيف بالظبط. تريكي كويستشن. يعني قديش نسبة المرضى اللي عنا بحتاجوا هذا ال... يعني you have to streamline them يعني قديش من السيرفيس تاعك يعني for an anterior segment service it's very effective بس for a general ophthalmologist for a general مثلا center I don't think it's worthy لأنه رح صفي عبء إنه المرضى they're coming for frequent visits مش راضين كتير. They paid a lot of money لأنه it costs لأنه you have to cost for the to pay for the using of the machine a card يعني زي subscription. إذا ما عرفت يعني تقعد وتروق على مريضك و you know what you're doing it's gonna be a headache. So يعني use it wisely actually. ما بقدر بسألك السؤال ده لأن في ناس كتير جدا لو في drying centers هيبقى أسهل يعني in a center that has multiple subspecialties it's worth being solo بس جيبه for the attraction of the device it's not worthy. مش لاني انا يعني زي ما انا بدي اجيب مثلا جهاز فلوريسين واقعد بس هيك بس اطق صور للريتنا doing nothing to the patient يعني. انت عارفه ليه بس السؤال ده دكتوره نانسي؟ علشان الناس فاكره ان الجهاز ده لو جه هيعمل عيانين كل العيانين الدراي اي فانا بقى ايه اي عيان. انا افتكر واحد بيشنت كان معرفه ليا يعني وراح عمل ليزك في مكان ما فهم عندهم الجهاز دوت فراح قالوا لا انت مش هينفع تعمل الليزك انت عندك هتاخد الثلاثه سيشن الاول وبعد كده تروح تعمل ليزك. اتس بزنس. ايوه فهو رابطينه ان هو انت عندك جفاف في العين من الاخر بالعربي كده فحضرتك هتاخد الجلسات لعلاج جفاف العين الاول وبعد كده تروح تعمل ليزك. شوف إذا كان في عنا it's very important to treat dry eye before laser surgery. إذا كان ال dry eye due to meibomian gland disease كتير حلو إنك تستعمله بعدين he goes to surgery. إذا كان meibomian يعني حرام يعني حرام بس هو it's worsening إنك أنت لو عندك عيان meibomian gland dysfunction وداخل يعمل refractive surgery اديله ثلاثة سيشن وعمل له السيرجري it's okay يعني اعطيه بس ثلاثة سيشن يعني اعطيه شوية وقت to recover يعني يس مثلا ممكن نتكلم شهرين ثلاثة بيضل يعني ممكن ده شهرين six months do the surgery بالضبط كده. ودي معلومة برضه حلوة ايه دي جديدة برضه المعلومة دي يعني انا ممكن لو عيان داخل يعمل refractive surgery وعنده meibomian gland dysfunction ممكن اعالج meibomian gland dysfunction ديت وبعد ثلاث شهور ابدا ان انا اخد معاه قرار يعني شهرين از اوكي يعني as long as you are within a 6 months window اللي هو اللي maximum effect لانه اصلا الليزر سيرجري اذا بنحكي عن PRK خلينا نحكي it causes dryness يعني فما بدك to augment it you want انه الايفكت يضل مغطي عليك
تمام. انا كده عندك اسئله يا رشا؟ علشان انا كده ذاكرت كويس وحفظت الحمد لله، انا كده ذاكرت كويس. لا خالص، انا تمام، ما عنديش حاجة. لا طيب دكتوره نانسي، انا مش عايز اطول على حضرتك، بس يعني انا يعني سعيد جدا 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 بالتوبيك اللي احنا اتكلمنا فيه دوت، وانا اصلا يعني لما صدقت ان انا يعني ابقى واقف مع حضرتك وبتكلم معاك يعني في الحفل، عشان انت عارفه ان انا يعني ما تخيلت انه يطلع حكي، قلت يعني يمكن 15 مينتس ونخلص يعني. لا لا لا، هو اللي بيقعد مع توفيق بيطول. لا لا لا، مع توفيق الحمد لله ما نقعد، ممكن نقعد 3 ساعات مثلا. الموضوع صغير بس محمد، توفيق اعمل لنا واحده ثانيه نتكلم فيها كورنيا، ناخد فيها 3 ساعات ونص كده. يبقى زي القهوه بس مش في رمضان. هتلاقيها 3 ساعات ونص كده اتفتحت يعني. بس هو احنا احنا بس لما صدقنا ان حضرتك عندك خبره في الموضوع دوت، واحنا بالنسبه لنا، انا بالنسبه لي يعني الموضوع لسه جديد يعني، فمش عارفين يعني مش عارفين منه حاجه، وقلنا وان حضرتك يعني توافق ان انت تدينا الاكسبيرينس بتاعتك دي، حاجه بالنسبه لنا يعني جريت اونر يعني، دي حاجه بالنسبه لنا شرف كبير يعني الصراحه يعني. هو الميزه كمان ان هي مش تجربه دعائيه يعني. يعني الميزه ان حضرتك مش بتعملي تجربه دعائيه لجهاز معين، لانه دايما البروموشنز بتخلي الناس دي ديسبريت جدا، احنا كدكاتره ديسبريت مع الدراينس والعيانين ديسبريت جدا، فاي حاجه بتطلع جديده ممكن يكون فيها حاجه يعني مديه امل ان يبقى في حل يعني. الجانب الكوميرشال اكتر هيخلينا نجو يعني تسرع اكتر يعني. عشان كده اتس جود ان حضرتك تتكلمي عنه بشكل علمي ملوش علاقه بالدعايه لحاجه معينه يعني. يس اكشلي نسيت حاجه، لازم انا نسيت حاجه، ان الميموجرافي جلاندس فانكشن جريد 4 يفضل ان انت ما تعملهوش. مش يفضل ما تعمله كثير، لا لا مش يفضل يعني، يو اولويز هاف ا هوب، بس انه ما تعمله كثير انه هي ويل يعني هي ويل دو ما تعمله كثير يعني، بس ممكن بس مش تدي له. هو ده عيان ديسبريت على فكره، ما عندوش حلول ثانيه يعني، انت يو كود تراي فور هيم تو دو اني ثينج الحقيقه، لان ده ما عندوش حلول خالص يعني. يمكن نحكي انه واحد جريد 3 مش معقول تستنى وتشوف جريد 4 لانك انت غفلت عنه شهر مثلا يعني، you wouldn't forgive yourself. بينما grade 3 you can revert him to grade 2. life changing experience يعني. ف grade 4 try not to wait till that، لأنه response كتير قليل كتير يعني، وإحنا نسمى scarring يعني actually. ف it's better not to reach that. أنا عارف إن أنا دلوقتي عند حضرتك الساعة 11 وشوية، فأنا آسف جدا طولت عليك كل سنة طيبة، وهنعمل بقى ان شاء الله كده قاعده كورنيا كده، بس انا يعني هبقى مستخبي بقى، لان انا في الكورنيا ماليش فيها خالص يعني. خلاص انا دكتوره رشا ما في مشكله يعني. انا ماليش في الكورنيا. وي ويل انجوي ما تقلقش انت، بس ادينا الستريم يارد واحنا نشتغل. ايوه انا عيال الكورنيا الاكثر بقى يعني، لو عنده شويه ابريجن بحوله عيال الكورنيا. لازم نحكي عن رول اوف دروبس ان ذا ابريجن يعني، والاوينتمنت. اه والله بسطتني دكتوره، قالت عن اوينتمنت دائما هيك بخبي وشي لما احكي انه اي لايك تو توك اباوت يعني. تصبحوا على خير، وتصبحوا على خير. تصبحوا على خير يا رشا. ثانك يو. باي باي.